انا دقت بشاميل كتير قوي في حياتي، بس زي البشاميل اللي جدتي كانت بتعمله ما دقتش. اكيد الكتاب ده فيه وصفه بشاميل. لقيتها، بشاميل بالجمبري، لازم اجربه طبعا. النهارده هعمل لكم وصفه بشاميل الباستا بالشريم. خلينا نشوف جدتي حاطه ايه في الوصفه دي ونشوف انا هعملها ازاي. 70 جرام كرات متقطعه، معلقه زيت زيتون، 600 جرام من الشريمب المتقشر والمتنضف، 750 ملي من الحليب البارد، 300 جرام بانا باستا، ونص كوبايه من جبنه الموزاريلا، و3 معالق بقدونس. نيجي بقى لخلطه البشاميل. 3 معالق كبيره من الزبده، معلقه ملح صغيره، رشه فلفل اسود، كوبايه من الدقيق الناعم. وبمناسبه بقى البشاميل، دايما معروف ان البشاميل هو من اصعب الحاجات اللي واحده ست ممكن تظبطها في البيت. مع خلطه البشاميل بالجبنه من ماجي سهلت الموضوع ده كله وخلتنا نعمل البشاميل بقوام بيرفكت وفي 5 دقايق بس. اول حاجه هعملها هي ان انا هسلق الباستا. لحد ما الباستا تستوي هبتدي ان انا اسوي الشريمب. احط معلقه واحده من زيت الزيتون، هضيف الكرات، عليه على طول الروبيان او الشريمب، فص ثوم واحد. اول ما الشريمب ابتدى ياخد لون وردي هبتدي اضيف عليه معلقه واحده من الكوكونات كريم. كده الجمبري استوى، هشيله من على النار وهخليه على جنب. دلوقتي هنعمل خلطه البشاميل. اول حاجه هعملها ان انا هضيف محتوى الكيس كله، وعليه هضيف الحليب ومعلقه من كريمه جوز الهند. طبعا خلطه ماجي فيها، يعني انا شامه ريحه الجبنه الشادر والبارميزان، ابتدى قوام البشاميل ان هو يتماسك في اقل كمان من 5 دقايق. كل اللي انا هعمله دلوقتي از ان انا هحط كل حاجه على بعض في نفس الوعاء علشان احط عليهم من فوق الجبنه الموتزاريلا، وهنروح الفرن. طلعنا البشاميل باستا من الفرن، مش عايزه احكي لكم بقى على ريحتها، يعني خطيره بالهنا والشفا.